هكذا مشاهدينا الاعزاء متابعينا الكرام تتواصل الانطلاقات، تتواصل التحديات، تتواصل الابداعات في صباح هذا اليوم هنا ايضا مع سن الحجايج شوطنا الرابع والخاص هنا ايضا بالقعدان الحجايج والثلاثة كيلو مترات مباشرة مع الصدارة، مباشرة مع المقدمة مع زعفران محمد بن يابا بن هياي المنصوري ياتي على الصدارة ويقدم لنا انطلاقة زعفران، بينما المركز الثاني شاهين محمد بن علي بن راشد الاكتبي خذ المركز الثاني، المركز الثالث الوصول مع النشمي وفلاح بن خالد بن محمد الرميثي بدأ يتدخل في هذا المسار ويقدم لنا النشمي هنا ايضا كما قدم لنا مشغله في الشوط الرئيسي الاول في صباح هذا اليوم، ياتي مع النشمي في هذا الانطلاق، بينما المركز الرابع الواصل والمتدخل هداك وسلطان بن محمد بن مسلم القوبع ياتي ويقدم شعاره مع المركز الثالث في هذه اللحظات او الرابع، نعم هذه النتيجه مشاهدينا الاعزاء للاربع المراكز الاولى المتقدمه المنطلقه في هذا المسار، شوف الشعارات الاخرى، شوف الاسماء الاخرى المنطلقه التي بدأت تنطلق، الحاضرة هنا أيضا والمشاركة الطامحة هنا أيضا، الكل مشاركة من أجل انتصار، طامحا هنا أيضا عن ناموس هذا الشوط، عن ناموس هذا الشوط، ولكن نعود مع الصدارة، نعود مع المقدمة، نعود مع البداية، هذا هو النجمي على مقدمة هذا الشوط، على مقدمة هذا الانطلاق، فلاح بن خالد بن محمد الرميثي ياتي على الصدارة، ياتي على المقدمة، يقدم لنا النشمي مع مقدمة هذا الشوط، مع مقدمة هذا الانطلاق، بينما زعفران مع المركز الثاني، ومحمد بن يابر بن هياي المنصوري خذ المركز الثاني، المركز الثالث الوصول مع شاهين، ومحمد بن علي بن راشد الاكتبي يقدم شعاره مع المركز الثالث، المركز الرابع من القادم من الواصل في هذا الانطلاق هذا سمحون وعبد الله بن راشد بن علي الكاسبي يقدم شعاره مع المركز هنا ايضا مشاهدينا الاعزاء الرابع في هذه اللحظات، شوف الاسم القادم وشوف الشعارات القادمه، الشعارات الاخرى الحاضره، يا سلام يا سلام، ولكن نعود، نعود مع الصداره، نعود مع زعفران، نعود مع الرقص هنا ايضا مع المقدمه محمد بن يابا بن هياي المنصوري ياتي على الصدارة، ياتي على المقدمة على بداية هذا المسار، يتقدم مع زعفران، يتقدم مع زعفران محمد بن يابر بن هياي المنصوري ياتي على المقدمة، شوف الاسم القادم والواصل في هذه اللحظات شاهين محمد بن علي بن راشد الاكتبي قادم ويقدم شعاره، ايضا اسراب قادم احمد بن خلفان بالصايغ المزروعي والمتدخل سريع راشد بن خميس الغويص السويدي يقدم شعاره مع السريع، ولكن زعفران، ولكن زعفران طار طار الى بر الامان مع مقدمة هذا الشوط، محمد بن يابا بن هياي المنصوري يقدم شعاره، يقدم زعفران بدا يطير، بدا يطير في اللحظات الاخيرة، هذا هو بن هياي يعلن بالانطلاق الاول، يعلن بالتحدي من خلال ابداع زعفران مع مقدمة هذا الشوط، سلام سلام هنا ايضا لمالك زعفران محمد بن يابا بن هياي المنصوري على فوز زعفران وانتزاع لناموس هذا الشوط، تهانينا والناموس لحظات وصوله عبوره نحو خط النهايه معلن ناموس هذا الشوط، المركز الثاني السريع راشد بن خميس الغويص، المركز الثالث شاهين محمد بن علي بن راشد الكتبي، المركز الرابع هنا النشمي فلاح بن خالد بن محمد الرميثي، هذه النتيجة 4 دقائق 40 ثانية التوقيت المرافق لهذا الشوط.